اختي دابا حنا على المباشر، هاد الناس ما بغاوش يشدوا لك ولدك. فاش جاو الجندارم دخلوه، مشاو الجندارم خرجوه لك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واش هاتي في اخبار وزير الصحة؟ وزير الصحة واش اخبارو هادشي؟ درش عليك العافية في الدار، حرق الدار كاملة. الدار كاملة شعلتها وكلها رابت. كلها رابت. وهاد الناس ما بغوش يشدوا لك ولدك. هذا السبيطار ديال الأمراض العقلية. مشاهدو قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام المركز الجامعي للطب النفسي بن رشد. هاد السيدة هادي ولدها حرق لها الدار، شعل العافية في الدار كاملة، رابت الدار، ساكنين في العشوائي في كاريان بن عبيد. بمنطقة دار بوعزة النواصر حرق الدار، الدار رابت، الجندارم والسلطات المحلية داروا اللي عليهم، جابوا هاد السيد، جابوه لهاد السبيطار هذا، دخلوه حتى لهنا راه حنا مزيانين. مشاو الجندارم خرجوا هاد الولد، خرجوه للزنقة، خرجوه هنايا. الأم ديالو دابا كطالب من الناس المسؤولين بالتدخل العاجل، حيتاش ولدها ولا كيشكل خطر على راسو، كيشكل خطر على الناس اللي ساكنين حدا. أختي السلام عليكم. السلام. عاودي لي أختي شنو واقع؟ شنو واقع أختي؟ خويا ولدي شنو واقع اختي؟ قولي شنو واقع. حرق الدار ورابت الدار كامله، مش جا القايد وجاو كل الجندارم وكل من شافوا هذيك الحاله جابوه للسبيطار. كتبوا لي الورقه بان الدري راه كيشكل خطر على الناس وعلى نفسه وعليا حتى انايا. جبنا للسبيطار دخلوا معايا. هذا السبيطار هذا ديال بن رشد. بن رشد 36 ديال الامراض النفسيه والعقليه. دخل الجندارم عطاو الورقه بان هذا الولد راه كيشكل خطر وخاصو ينعس. غير مشاو الجندارم قالوا لي لا صافي خرجي. وقالت لي الطبيبه بان الدري راه خاصو ينعس. ملي هضرت معاه قالت لي الدري راه مريض خاصو ينعس، ولكن بلاصه ما كايناش. وانا ما عنديش بلاصه ما كايناش. واش السبيطار كامل ما فيهش بلاصه؟ من السيد فين غيمشي؟ من 12 وحنا جالسين تماي. اللي داز ما هضرش معايا، ما معتبرنيش واش كاينه ولا ما كايناش. والمشكله ان الدري في غندي الدار اللي كانوا عاطيني خوتي ديال الوراثه، قالك ماشي مشكله الدري مسكين نتعاونوا معاه يجلس فيها، راه رابت كامله وفي غنمشي نديه. وتباه ما بغاش يتعاون معايا. با عارف الدري مريض وعنده الامكانيات ولاباس عليه، وديما كنقول لي الله يخليك الدري خصنا نتعاونوا مع هذا. ما معتبر قال لي اللي في جهدك ديري، بغيتو حتى هو يتعاون معايا ماج. حتى الدري هذاك النفسيه ديالو حتى هي من هذه الحاله حتى هي اللي حنا فيها دابا. قولي اختي كيفاش تشعل العافيه؟ عاودي لي اختي نتوما كنتو باركين خويا. لا ما كنتش انا خويا، مشيت للخدمه انا. كيفاش تشعل العافيه مسكين؟ حتى شافوا الناس العافيه طالعه وضربوا الباب باش يخرج الدري. هو هذا الدري مسكين؟ انا مريض مسكين، الدري مريض نفساني. قولي اختي كيفاش شعل العافيه؟ عاودي قولي لي. كاينين المضارب وهذا شعل العافيه شدت في كل شيء. صافي الدار صافي ما كاينش، ما يقدروش يدخلوا ليها الناس. كيفاش حتى ولا بحال هكا مسكين؟ من قبل بواه حتى طلقنا، وكيسمع الهضره وما كيعتانيش به، كيدوز من حداه ما كيدويش معاه، ما كيتفكروش. دابا هادشي كامل بسبب الطلاق. بسبب طلقتي انت وراجلك. طلاق والهضره اللي كيسمع من عائله باه، وباه ما معتانيش به وكيصيفط لي الهضره. هادشي اللي خلى الولد مسكين. هادشي هاد الحاله هي اللي خلاته في هذا. باه هو السبب. اختي علاش ما بغوش يدخلوك للسبيطار؟ علاش؟ ما عرفتش اخويا. اما دابا الدري عارفينه مريض، وقالت لك خاصو ينعس، والدري راه مريض بزاف، ولكن بلاصه ما كايناش. قلت لي ما انا ما عنديش فين نديه، حيت الدار اللي كان مسكين بارك فيها راه كلها رابت. انا فين غنمشي انا وياه؟ وتا اللي بغى يدخلو راه ما غيخاف. وخاصو يتعالج. ولكن كيفاش دابا هذا السبيطار ومستشفى جامعي وما فيش بلاصه فين ينعس؟ هذه اللي خويا بغيت نعرف انايا. علاش؟ هذه اللي بغيت نعرف. والدري مسكين خاصو يتعالج، راه مريض بزاف، راه في واحد الحاله ما نقولش لك عليها، واحد الحاله لا يرثى لها. راه من الصباح هو ما كنتش كون حضرتي ليه خويا، راه ما يبقى في كل حال، راه كل شيء حالته من 12 وهو مسكين. نقول لك مسكين شنو كيدير؟ ما كيدير مسكين، راه رافع القلم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علاش كتحسي اختي؟ علاش كتبكي اختي؟ علاش كتبكي؟ علاش كتبكي اختي؟ كيفاش بالحوك لا خويا؟ بالحوك كتشوفي ولدك كيضيع قدامك، وشي ام كتبكي بحال هاد الحاله خويا. اقول لي ولكن انا ما نقولش كنت تحيه اللي ضحيه مع ولدي، كنطب عليه، كنخدم عليه، كنصبر عليه، ما نقولش اخويا اش كندير على الدري هذا اللي كتشوفي. ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا بغيت ولدي يتعالج، ما بغيتش منه والو، بغيت ولدي يتعالج. هادشي اللي بغيت اخويا، راك عارف الام كيفاش كتكون.
ندير هو والله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. دابا حكيت بالحضره وكان جالسه انا ودي بك يعتبروني شي خويا كيدوز بحدايا بحال ما كاين حتى حاجه. كيفاش اخويا غادي دير؟ كيفاش غادير؟ لا سكنه لا ما نقولش لك اخويا هذه الحاله اللي فيها انا ما نكذبش عليك. لا ما نقولش لك اخويا لا حالتي كي دايره ما نقولش لك على حالتي. ما نقدرش ما نكرهش لك وحده ولدي ولكن ما نقدرش ما قدرتش اخويا ما قدرتش. الحاله ديالته بلا دواء بلا حتى حاجه راك عارف اخويا هو مسكين رافع القلم يقدر يقدر يقول هذه ماشي امي هذه ماشي. ولكن اخويا ما كانش نقول حتى حنا حداهم عن كاع وحده جالسه. ولكن ما قدرتش ما قدرتش ما قدرتش. دري مريض ما بقيتش اخويا جد دري مريض. الجندارم جابوه دخلوه دخلوه اخويا دخلوه جابوه البرابع تما راه اخويا الجندارم القايد كلشي جا اخويا كلشي جا وكاتبين البرابع ان الدري كيشكل خطر على الناس. راه ما كاين ما نقولش الحاله راه كارثه راه كارثه وقعت اليوم اكثر من الكارثه. حتى يذبح شي واحد اش اللي باغيين اخويا اش اللي باغيين اش اللي باغيين اخويا اش اللي باغيين اش اللي باغيين اخويا. اليوم الوزير الصحه شنو تبغي تقول لي؟ خويا بغيت تقول لي انه يدخل لي الدري تعالج ليا. باغا ولدي تعالج ما باغاش يدير شي كارثه تيقتل شي واحد. راه مسكين رافع القلم ما كيشربش الدواء مريض الدري. اش غندير لي اش غندير اخويا؟ واش انا كرهت واش انا كرهت اخويا؟ كاين واحد دابا كيهضر معاكم هنا ولا لا؟ ما كاين حتى واحد. نقول احنا جالسين دابا نقول احنا جالسين دابا اطباء داخلين ما كاين حتى واحد هنا شي مسؤول ندويو معاه شي واحد ما كاينش معاه اخويا. شوفوا داك نشوفوا داك السيد اختي سيري معنا نشوفوا داك السيد. اجي اختي نشوفوا داك السيد. زري ولدك اختي زري ولدك. اذا مشاهدينا هذه السيده هذه من 12 ديال النهار وهي امام هذا المستشفى هذا 36 للاسف ما كاين حتى شي مسؤول اللي يقدر على انه يتدخل باش الدري هذه يبات عندهم. الدري مريض الدري كيشكل خطر على راسه كيشكل خطر على الساكنه اللي دايرين به. فكنتمناو من الناس المسؤولين كنتمناو من وزاره الصحه باش دير شي حل لهذا الدري هذا. كنتمناو على انهم يديروا التدخل في اقرب وقت. خويا كاين شي مسؤول داخل نهضروا معاه شي ما كاين حتى مسؤول. قال لك ما كاين حتى مسؤول. مع من غنهضروا شكون غيشد لينا هذا الدري هذا؟ شكون غادي يدخلوا يتعالج؟ والدري مريض مسكين الدري شعل العافيه الام ديالو في الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختي السلام عليك. عليكم. وعليكم السلام. أختي كفاعلة جمعوية. السلام عليكم. أختي تنقربوا هنا حدا هذا المستشفى اللي ما كاين حتى واحد اللي غيهضر معانا. حنا جينا هنايا مع هاد السيدة هذه كفاعلة جمعوية. جينا اليوم شاهدين على واحد كارثة كنقولوا كارثة اللي شاهدين عليها اليوم اللي الحمد لله ما كانوش فيها خسائر بشرية. ولكن راح نجن الوليد على أساس أنه يتعالج على أساس أنه يشدوه لأن الدري في حالة ما نقولش لك راه حالة يعني راه حالة خاص ما يطلقوش. كيف قالت البروفيسورة اللي شافته عيناته قالت لك هاد الدري لا خاصو ينعس. كتأكد وأنا كنأكد هاد الكلمة اللي قالت قالت لك خاصو ينعس. دابا راه خاصو ينعس. كتقول لك خاصو ينعس ولكن الجندارم جابوه الجندارم دخلوه لداخل الجندارم. ولكن قالت لك ما عندناش البلاصه فين غينعس. اي فغادي نعس. دخلوه الجندارم داخل شدوه مشوا الجندارم. علاش خرجوه في الزنقه؟ قالت لك ما كاينش فين ينعس. هاك ورقه ها هي سيروا دوروا هاد المستشفيات الى هما قبطوا لكم. واش هاد الوليد حنا جبنا على رجلي راه هزاته الاسعاف باش جابته وكانوا كان مرفق بالرجال الدرك وكان هذا كيشكل خطر. شكون الطاكسي اللي غادي يهزو بعدا؟ شكون الطاكسي اللي غادي يوقف ويهز لنا هاد الدري هذا؟ راه ما كاين حتى شي. انا هضرت معاه قلت لها عطينا اسعاف من عندكم هنايا ديه لنا شي مستشفى كتبيها لينا هنا. قالت لك لا انا كتبت لكم المستشفيات ودوروا على المستشفيات لقيتو شي بلاصه. هذه الطبيبه اللي عينته لداخل. الطبيبه اللي لداخل اللي عينته قالت لك لا. قلت لها واش هاد الدري ديال انه يخرج على برا؟ قالت لك لا هو ديال النعاس هو خاصو ينعس. هذا خاصو ينعس في حاله خطيره خاصو ينعس ولكن ما عندناش بلاصه. اختي واش كتسنى اش غنديروا؟ اش غنديروا؟ قالت لك كتبوا الشكايه ودفعوا للوزاره. قتل شي واحد ولا دار شي كارثه باش يدخلوا؟ عاد باش غادي يدخلوا؟ هذا الشيء اللي كنشوف ان هذا الدري الا خرج راه غيدير كارثه اخرى. اليوم كارثه كانت يعني انه باش يحرك دار وطيح الدار اللي هو مقاويه راه طاحت ما عندوش فين غادي يمشي دابا. الدار اللي هو ولا الام ديالو راه طاحت راه تحرقت وطاحت. كانوا السلطات وكل شيء كان حاضر. حنا جناه اليوم باش يتعالج على الاقل يعالجوا من بعد الدري. الدري خاصو يتشد يتعالج. هذا الشيء اللي كنطالب. ما كاين حتى واحد اللي غيعالج. هذا الشيء اللي كنطالب. ما كاين حتى حد. ما قال لك حنا ما عندناش فين نشدوا هذا الدري. قال لك الدري خاصو يتعالج. الرساله ديالك الصحه هاد الدري خاصو يتعالج. حنا باغيين هاد الدري حنا بغينا نشوفوا هاد الدري بغينا نشوفوا هاد الدري الحاله ديالته فين واصله. وهاد الدري ما لاقيش قال لك ما عندوش فين ينعس. لا هاد الدري قال لك ها هو خاصو ينعس ولكن ما عندوش فين ينعس. احنا يا
حنا من 12 وحنا هنايا، حنا كمجتمع مدني حنا كنرافقوا هذه المراه هذه، فغنخلوها هي وهاد الدري فغنخلوها؟ لا فغنخلوها هي وهاد الولد فغنخلوها في الزنقه غنبقاو جالسين معاهم؟ راه كيهدد خطر، اشنو كيهدد خطر على الناس هنا على برا. يعني انتم حضرتوهم قلتوا لهم شنو؟ حنا عطينا اللي عندنا، جينا معاهم عطينا الرساله، عطينا راه كيشكل خطر، لا كيشكل خطر لا على الناس ولا على النفس ديالو، لانهم هما راه هما كرساله كاتبين هنايا ان هاد الدري راه خاصو ينعس. هما كتبوا رساله وعطوها لنا ها هي، ان هاد الدري خاصو ينعس، هاد الرساله قال لك هاد الدري خاصو ينعس. لا حول ولا قوة الا بالله اختي. رسالة ديالك لوزير الصحة. واش ما كيشوفش واش ما حاسش بهذا الناس واش ما كيشوفش شنو كاين؟ خويا انا كنطلب من هذا وزير الصحة انه يدخل لي ولدي، انا بغيت ولدي يتشافى لي حيت لا خرج غيدير شي خطر على نفسه. هو مسكين رافع القلم كيدير داكشي بدون شعور حيت خاصو يداوى، ومسكين ما عرفش راسو اش كيدير. كنطلب منه يدخل لي عا ولدي يعالجوا لي، هادشي اللي كنطلب منه. بغيت ولدي يتعالج فقط. بغيت غير ولدي يتعالج، بغيت غير ولدي يتعالج، ما بغيتوش يوقع في شي مشكل. هو مسكين مريض، هو قبيله تيقول لي الا قلت ليه واش غديني لشي دار اخرى، كنقول ان شاء الله. هذا كيقول لي الا ديتيني دابا خرجتيني غنحرق عاوتاني وندير. اذا درني بنيت خاصو يتعالج، اي دار ديتو لا راه غيدير لها الحال. كيقول هادشي بلا ما يشعر. حاضر النمر ديال التليفون ديالك؟ اه حاضر. اللي غيبغي يتواصل معاك شي واحد تقولي لي اختي. 056 33 77 76 77 76 عاودي اختي. 056 33 77 76 لا حول ولا قوة الا بالله. اختي 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 اختي. إذا مشاهدينا كيف ما كتابعوا معنا، حنا مباشرة من أمام هذا المستشفى هذا 36 كيعرفوا المغاربه كاملين هنا بمدينه الدابيضه اون فاس المستشفى 20 غش. هاد السيده الابن ديالها مريض عقلي، كيشكل خطر على راسو، كيشكل خطر على هي نيت وعلى الناس اللي ساكنين حداه. هاد السيد جابوه البوليس، جابوه الجندارم عفوا، دخلوه للسبيطار لداخل، ومن بعد ما مشاو الجندارم كيخرجوه للزنقه. السيد حرق الدار، شعل العافيه في الدار، كيشكل خطر عليهم كاملين. فكنتمناو من السيد وزير الصحه باش يتدخل ويدير شي رده فعل مع هاد الناس هادو. السيد راه كيشكل خطر على راسو، كيشكل خطر على الساكنه اللي معاه، كيشكل خطر على امو بنفسها. من 12 ديال الصباح وما واقفين هنا، حتى واحد ما هضر معاهم، حتى واحد ما حاشا عليهم. واش كيتسناو حتى يمشي يقتل ولا يمشي يدير شي حاجه في راسو باش ديك الساعه يتدخلوا؟ ديك الساعه لا دار شي حاجه راه مرفوع عليه القلم. كوارث ولا بلا ما تجيو ديك الساعه بلا ما تدخلوا. فالله يدير شي تاوي ديال الخير. الرقم ديال الام ديالو هي 056 33 77 76. الله يدير شي تاوي ديال الخير والله يجيب الشفاء لهذا الوليد هذا. وغنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله. تبقوا على خير.